مرحبا بكم من جديد على قناه انفيزيت ماني اونلاين. في الفيديو ده معانا مراجعه عن موقع استثمار. الموقع ده بقاله فتره شغال، نقدر نشتغل عليه، نقدر نستثمر فيه. الموقع طبعا بقاله فتره، الموقع جينيسيس ماينرز. الموقع نقدر نستثمر بيه محافظ البيرفكت ماني والبير والعملات المشفره زي البيتكوين او الايثيريوم او عمله البيتكوين كاش. الموقع طبعا احنا هنشتغل على الخطط الاستثمارية اللي هي بتبدأ من $5. الموقع ليه اكتر من خطة استثمارية، دي الاربع خطط الرئيسية الخاصة بالموقع. الخطة الاولى بتدينا 5.50% لمدة 100 يوم، الحد الادنى للاستثمار $5 ومفيش حد اقصى للاستثمار، نو ليميتد، المدة دي 100 يوم. الخطة التانية بتدينا 5.45%، الحد الادنى $300 والحد الاقصى نو ليميتد، مفيش حد اقصى للاستثمار، دي مدتها 100 ساعة. الخطة التالتة بتدينا 3.32% لمدة 48 ساعة، الحد الادنى للاستثمار $5 والحد الاقصى $5000. والخطة الرابعة بتدينا 20.10% عائد لمدة 20 ساعة، الحد الادنى للاستثمار $1500 والحد الاقصى $5000. الموقع كمان بيديك افليت كوميشن سيستم، تقدر تعمل ترويج للرابط بتاعك وتقدر تاخد ربح من الاحالات اللي هي مسجله من خلالك، مقسمه لخمس مستويات. الليفل الاول بيديك 3%، الليفل الثاني بيديك 4%، الليفل الثالث بيديك 5%، والليفل الرابع بيديك 7%، والليفل الخامس بيديك 20%. زي ما انا قلت لكم في الاول، تقدر تستثمر بمحافظ البيرفكت ماني والبير والعملات المشفره زي البيتكوين والبيتكوين كاش وعمله الايثيريوم. طريقه التسجيل، بنضغط على كلمه ساين اب بينقلنا للصفحه دي، بنبدا نسجل بياناتنا. بتكتب هنا اسمك بالكامل، اليوزر نيم، هنا الايميل، وهنا بتعيد الايميل، بعد كده هنا الباسورد، هنا بتعيد الباسورد، بعد كده هنا ده كود ترانزاكشن اللي انت هتسحب بيه، لازم تحفظه مع الباسورد بتاعك لان ده هو اللي انت هتسحب بيه. بعد كده هنا بتسجل المحفظه بتاعتك سواء بيرفكت ماني او باير او عمله البيتكوين او الايثيريوم او البيتكوين كاش. بعد كده هنا بتكتب سؤال وجواب، ده بتعلي نسبة امانك في الموقع، وهنا بتكتب الاربع ارقام دول، وبعد كده بتضغط على كلمة اي اجري اللي انت موافق على شروطه، وبنضغط على كلمة ساين اب. بعد كده بنضغط على كلمة ساين ان من هنا، وبندخل باليوزر نيم بتاعنا والباسورد، نكتب هنا اليوزر نيم والباسورد، وبنكتب الكود المكون من اربع ارقام، وبنضغط على كلمة ساين ان. على طول الموقع بيوجهنا لصفحة الداشبورد. احنا كده دخلنا على الحساب بتاعي، هنا ضربة الحالة ببدأ اروج للموقع. لما ببدأ استثمر بضغط على كلمة ميك اديبوزيت من هنا، بين ان للخطط الاستثمارية احنا هنركز على الخطط اللي $5. مثلا الخطة دي بتدي 2.12% لمدة 48 ساعة، دي برضو نقدر نستثمر فيها. هنا برضو في خطة الحد الادنى للاستثمار فيها $10، تمام، مدتها 144 ساعة، برضو الخطة دي نقدر نشتغل عليها. كمان الخطة اللي هي الخطة اللي فوق دي برضو نقدر نشتغل عليها، بس لكن المدة بتاعتها كبيرة. احنا نقدر نشتغل على الخطة دي او الخطة دي. انا مثلا هستثمر في الخطة دي، انزل هنا تحت اكتب الكمية اللي انا هستثمرها، مثلا $10، تمام. بعد كده هختار المحفظة اللي انا هبدأ استثمر بيها، وليكن مثلا محفظة الباير، هضغط على كلمة make a deposit من هنا. بعد كده هنا بينقلني لتفاصيل الخطة اللي انا هستثمر، هنا نقل لي تفاصيل الخطة اللي انا هستثمر فيها، هضغط على كلمة بروكسيس من هنا. بعد كده هينقلني لمحفظة الباير، ببتدي هنا اختار عملة الدولار USD، واضغط على كلمة confirm، وconfirm ببتدي ادخل على رصيد حسابي في محفظة الباير وابدأ اودع في الموقع. بعد الايداع في الموقع بضغط على كلمة my deposits من هنا، دي الايداعات اللي انا عملتها في الموقع، بتلاقي هنا الايداع بتاعك مفعل في الخطة اللي انت استثمرت بيها، تمام. هنا طريقة السحب، بضغط على كلمة withdraw من هنا، وببتدي اسحب على المحفظه اللي انا استثمرت بيها، بيكون في رصيد في البالانس، ببتدي اسحبه على المحفظه اللي انا استثمرت بيها في الموقع.
طبعا دي طريقة السحب. طبعا ويزدرو هيستوري دي الصعوبات اللي انت عملتها في الموقع، تمام. بتلاقي هنا كل الصعوبات، هنا كلمة ترانساكشن دي بتلاقي المعاملات اللي انت عملتها كسحب او ايداع في الموقع. هنا من كلمة ريفرال بتلاقي هنا ده رابط الاحالة بتاعك، بتبدأ تروج ليه رابط، تبدأ تاخد رابط الاحالة بتاعك وتبدأ تروج للموقع، وهنا بتشوف الناس اللي هي مسجلة من خلالك في الموقع. الموقع نشتغل عليه عن طريق الاستثمار. اي سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو. شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.